ابنتي تريد الطلاق من زوجها الذي يهملها ويذلها ويذل أهلها كثيرا، ولها ابن معه، ما قولك؟ ابنتي تريد الطلاق من زوجها الذي يهملها ويذلها ويذل أهلها ولها ابن معه، ما قولك؟ إن يتفرق يغني الله كل من سعته، ما دامت المعاشرة بالمعروف ليست متوفرة، فإن يتفرق يغني الله كل من سعته.